أطلقت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية استراتيجية جديدة للنهوض بالسلامة والصحة في العمل، ترتكز على محاور عديدة من أهمها تحسين وتأهيل الإطار التشريعي، التيقن من مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وتعزيز ثقافة الوقاية من الأخطار المهنية. روبورتاج في الموضوع أعدته رجاء فضل الصورة لكمال غنيم. نمو اقتصادي يرافقه توسع للبناء وارتفاع للأشغال العمومية، قطاعان يسجلان نسبا مهمة من حوادث الشغل والأمراض المهنية ويتطلبان التزامات للمقاولات لحماية العمال. في هذا السياق، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تطلق حملة تحسيسية وتضع مخططا استراتيجيا لسنة 2017 للنهوض بالصحة والسلامة في العمل. وقعنا بهذه المناسبة على واحد الميثاق انشقت مع طب الإضافة للوزارة مع النقابات، لأن عندها دور أساسي مع المنظمة ديال أرباب العمل لا سي جو ام، مع الفيدرالية ديال البناء لا فيدراسيون ديال البناء والأشغال العمومية، مع الجمعية ديال المفتشين، مع الجمعية أو ديال المهندسين المعماريين لي زاركتيكت، وعدد ديال 15 ديال الهيئة تقنية ومهنية. خطوة لتعزيز ثقافة الوقاية من الأخطار المهنية في ظل غيابها في كثير من الأحيان. قطاع البناء والأشغال يشغل حسب آخر الإحصائيات 52 ألف عامل، قطاع يظل العمال فيه ملمين بشكل كبير بسبل حماية أنفسهم من مخاطر المهنة، لكن مضطرين في نفس الوقت للعمل دون وسائل حماية في حال عدم توفيرها من طرف المشغل، فغاية الحصول على لقمة عيش تبرر قبولهم بمخالفات بعض المقاولات العاملة في القطاع. تضررت من راسي، الشركة خدام معها 7 سنين، بقيت اليوم اللي تنهضر على ورقية، من نهار اللي هضرت على ورقية طحت على راسي، قالوا لي سير بحالاتك شهرين ديال الخدمة ما تخلصش فيها. من لحد الآن دابا أنا ما تمشي تعطى المحامي الفلوس ولا العلم لله، راه حنا باقي 3 سنين ما شنا لا حق ولا باطل. صيفطنا حنا داخل هذا الورش، اول ما كنبداو كنستقبلوا العامل، كنديروا له تحسيس على السلامه، من بعد تحسيس على السلامه كاين عندنا المصحه ديال الطبيب، كيدوز الوقايه الطبيب، بعدين كيدخل للورشه. قبل ما يدخل الورش خاص ضروري يكون عنده وسائل الحمايه الفرديه فيما يخص كاسك ديالو، لا توني دو ترافاي، لو شوسير ديالو، النظار، الليكات ديالو. وستتواصل الحملات التحسيسية لفائدة مختلف المتدخلين في قطاعي البناء والأشغال العمومية في مرحلة أولى إلى غاية 27 فبراير بكل من الدار البيضاء، العيون، فاس، مراكش، طنجة ووجدة. قد تكون تكلفة التنازل عن العمل بوسائل السلامة اللازمة تساوي فقدان الحياة، فحسب المعطيات المتوفرة حوالي 3000 عامل يلقون حتفهم في حوادث الشغل، 10% منهم عمال في قطاع البناء، وسط مطالب للعمال بضرورة حمايتهم الاجتماعية في حال وقوع مثل هذه الحوادث. رجاء فضلي وكمال غنيم، ميديان تيفي، الرباط.